أنا ما عاد لقائنا مع برنامج. افتح يا مازنجر. سيدتي وسادتي، أسعد الأوقات مع برنامجنا دائما. أشكركم وإلى اللقاء. مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة في حلقتنا قررنا اننا ما نتكلمش عن رمضان بتاع السنة دي، هنتكلم عن رمضان التمانينات والتسعينات والتلفزيون المصري زمان، فاكرينه؟ من فضلك وضح لي الصورة. تعالوا نرجع بالزمن شوية لمذاعات التلفزيون المصري في عصره الذهبي، وايه رأيكم لما نسمع الجميلة سهير شلبي بتقول لنا خريطة رمضان للتلفزيون المصري؟ وتخيلوا معايا كده كم التنوع والجمال في البرامج والمسلسلات الدينية والدرامية وكمان برامج الأطفال اللي مفتقدينها جدا، وغيرها من فوازير رمضان وبوجي وطمطم وحديث الشيخ الشعراوي. فوازير عم فؤاد بطولة فؤاد المهندس ومشيرة ومن إخراج محمد رجائي، حتلتقوا بيها في 7 مساء. شايفين البساطة والجمال؟ شايفين التلفزيون المصري كان بيخدم الأسرة المصرية زمان إزاي؟ ده اللي تربينا عليه وما نقدرش ولا هنقدر ننساه. ده حتى برامج اللعب والترفيه بتاعت زمان حاجة تانية ومختلفة. فاكرين برنامج من غير كلام للفنان الجميل حسن مصطفى؟ من غير كلام، كم الأدب والاحترام اللي كان بيدخل بيوتنا زمان، كم الضحك اللي من قلبه والبساطة كان مش طبيعي. ما كانش حسن مصطفى بس اللي قدم البرنامج ده، تعالوا شوفوا الفنان الجميل منتصر بالله وبرنامجه آخر كلام وأسلوبه الكوميدي الجميل اللي كان ممكن يوقعنا من الضحك، غير الضيوف اللي كانوا فنانين وعلى قدر كبير من الاحترام والثقافة. تستمتع وانت بتتفرج عليهم. أنا مش هطول عليكم، لكن لازم تيجوا وتتابعوا وتتفرجوا معايا عشان تفتكروا. كلام وآخر كلام النهاردة في ناس جديدة، وهم تقريبا هتشوفوهم في الحلقة دي، واحتمال كبير قوي ما تشوفوهمش خالص بعد. أنا عارفة إن في ناس كتير وهم بيتفرجوا دلوقتي هين عليهم يعيطوا، وافتكروا أوقات بسيطة قوي ما فيهاش الثقب بتاع التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي، واللي افتقدناه كتير من مشاعر بسيطة وجميلة كنا عايشينها زمان. بس خلينا نكمل ومسكوا دموعكم لآخر الحلقة. زمان في رمضان كان في مسلسل كرتون مشهور جدا كنا بنستناه، مش بكار، بكار كان أحدث منه وجي بعده. فاكرين مسلسل سلاحف النينجا؟ فاكرين دوناتيلو ورافائيلو فرام وصحفية نيسان أونيل؟ لو مش فاكرينه تعالوا أفكركم بيه. اختبئوا. رمضان في التلفزيون المصري زمان كان ليه فقرات للأطفال، لكن كان بيشوفها الأطفال والكبار قبلهم. مين ينسى بوجي وطمطم وعم شكشك وإبداع الفنان يونس شلبي والجميلة هالة فاخر؟ انتوا عارفين ان لسه وحدات المونتاج اللي خرجت الابداع ده للملايين في الوطن العربي لسه موجوده لحد النهارده في التلفزيون المصري؟ رمضان بتاع زمان كانت ازاي ممكن تسلي صيامك زي ما بيقولوا، وازاي تعرف معلومه جديده؟ فاكرين برنامج الجايزه الكبرى؟ وطبعا اللي كان بيقدمه الاعلامي الكبير جمال الشاعر. قد ايه كنا بنحب نعرف اكتر عن ديننا في شكل الجوائز والمسابقات، ويا سلام بقى لو حد في العيله كان عارف اجابه السؤال في التلفزيون، كنا كلنا بنبقى فخورين بيه. ذهب ذهب ذهب، ما ننساش طارق علام وبرنامجه وكلام من ذهب، واللي لف مصر كلها وشاف فيها المواهب وخف الدم الشعب المصري الجميل. مين ما كانش نفسه يقابل طارق علام في الطريق ويسأل عن فزورة من فوازيره، ويا سلام لو كسب. الجايزة كانت جنيه ذهب، متخيلين؟ جنيه ذهب. ومن تلقائي طارق علام وخف الدم الشعب المصري طلع برنامج كلام من ذهب المميز جدا. فاكر برنامج حوار صريح جدا 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 للإعلامية جميلة منى حسيني، واللي استمر سنوات وسنوات على شاشة التلفزيون المصري، استضاف تقريبا كل نجوم الوطن العربي، وكان لأسلوب منى الحسيني الجميل والفريد بصمة مميزة. إننا نتابع البرنامج واللي كان بيجي بعد الفطار مباشرة. أما بقى بالنسبة للبرامج الدينية وأشهرهم اللي كانت كل العيلة من كبيرها لصغيرها كان دايما بتستناه وتشوفه سوا، حديث الشيخ الشعراوي، من تفسيره للقرآن ببساطة تناسب كل فئات الشعب المصري.
غير حب كل الشعب المصري لي. الشيخ الشعراوي كان في قلب كل أسرة مصرية بجد. جزء من حلقاته نفتكره سوا. أتينا داود فضل قلنا يا جبال قومي معه، وعملنا لسليمان إيه؟ سخرنا له الإيه؟ الريح. اللي فات ده حكاية واللي جاي حكاية تانية خالص. مسلسلات رمضان بتاعت زمان اللي لما كنت تسمع بس أغنية التتر أو الموسيقى التصويرية بتاعت المسلسل تحس بكمية حنين لأيام زمان. وخلينا نبدأ بواحد من أهم مسلسلات التلفزيون المصرية والدراما المصرية بشكل عام، ليالي الحلمية. كم من النجوم من الصعب تاني يجمعوا في عمل فني واحد؟ كم من النجوم اللي لو جايزة أوسكار كانت موجودة في مصر الفترة دي أكيد كانوا يحتاروا يدوها لمين ولا لمين؟ تعالوا كده نفتكرهم مع بعض. يحيى الفخراني، صلاح السعداني، صفية العمري، عبلة كامل، ممدوح عبد العليم، مش بس كده لسه هشام سليم، محسنة توفيق، أثار الحكيم. الأسماء دي عملت ملحمة من 5 أجزاء اسمها ليالي الحلمية للكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة والمخرج الرائع إسماعيل عبد الحافظ. وفي وجود تتر هيفضل عايش في ذاكرتنا من تأليف العبقري سيد حجاب وغناء المطرب الجميل محمد الحلو. الرقية في التمثيل والإخراج والموسيقى التصويرية بجد كانت ملحمة بحق. اللي قلته عن المسلسل ده من جمال وعظمة هو للمسلسلات اللي جاية. ذئاب الجبل، أرابيسك، الضوء الشارد، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، وطبعا يوميات ونيس للعبقري محمد صبحي. كان في مسلسل بقى لازم أتكلم عنه لوحده واديله قدره، مسلسل رأفت الهجان، ولا الآن بيعد أفضل عمل درامي اتعمل لجاسوس مصري. فاكرين رفعت علي سليمان الجمال الشهير برأفت الهجان واللي أدى دوره ببراعة النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز. أداء تمثيلي جبار يستحق أفضل الجوائز العالمية. فاكرين يوسف شعبان، يسرى، نبيل الحلفاوي؟ فاكرين أصلا بداية المسلسل كانت إزاي؟ بداية المسلسل كان قصة لوحده. تخيلوا الجاسوس المصري اللي كان موجود في إسرائيل جزء الأكبر من حياته وكان بيتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان بالنسبة للإسرائيليين واحد منهم وأكتر. لما يموت مراته وأطفاله ما شكوش فيه لحظة، وتبدأ مراته اللي كانت بتقوم بدورها الفنانة الجميلة يسرى تسمع قصة البطل لأول مرة، الوجه الآخر لجوزها، بطل مصري وهب حياته كلها عشان خاطر بلده مصر. ومش هتكلم بقى عن الموسيقى التصويرية للعبقري عمار الشريعي واللي في رأيي خلت المسلسل يروح في حتة تانية خالص. ودلوقتي جي كلامنا عن المسلسل الأشهر اللي كان بيستنوه كبار قبل الصغار، وهو مسلسل بكار. فاكرين التتر بصوت الرائع ابن النيل وابن النوبة الكينج محمد منير؟ موسيقى التتر كانت بتجمعنا وقت الفطار، وكمان كانت كل الأسرة المصرية بتتابعه، وكانت قصص بكار بتقدم لنا قيم ورسائل مهمة جدا. وطبعا كان من إخراج العظيمة منى أبو النصر. المسحراتي بتاع زمان فاكرينه؟ فاكرين الشيخ سيد مكاوي؟ واصحى يا محمد واصحى يا سارة عشان نتسحر سوا، كلنا كنا على طبلية أو سفرة واحدة. الأسرة المصرية كانت بتختم يوم وتبدأ يوم جديد في رمضان. رمضان بتاع زمان ما كانش بيهتم بالدراما الاجتماعية فقط، ولكن التلفزيون زمان كان بينتج دراما دينية مفتقدينها جدا الفترة دي. مين ينسى مسلسل لا إله إلا الله والجزء الثاني محمد رسول الله؟ مين ينسى أداء الرائع والراحل نور الشريف في مسلسل عمر ابن عبد العزيز وهارون الرشيد؟ أعمال درامية دينية مفتقدينها جدا في الفترة دي. فوزير رمضان مين ممكن ينساها؟ وكانت علامة مميزة جدا في رمضان زمان، وكانت بعد الفطار وكانت الأسرة كلها بتستناها. رمضان في الثمانينات والتسعينات كان مختلف، شكل وجداننا كلنا في حنين غريب أول ما بنسمع تتر مسلسل أو أغنية أو نسمع حتى أجزاء من مسلسلات أو الفوازير أو حتى بكار وكمان حلقات الشيخ الشعراوي. كل ده كان ليه طبع خاص مختلف أثر في وجدان الأسرة المصرية، ومش بس الأسرة المصرية، في العالم العربي كله. من هنا من مسبيرو، من المبنى العظيم اللي شكل وجدان العالم العربي وخاصة في شهر رمضان. وفي ظل عدد كبير من القنوات والأعمال الفنية والتكنولوجيا والتطور الرهيب كان لازم نفكر أجيالنا الجديدة بنوستالجيا رمضان 80-90 من هنا من التلفزيون المصري. كل سنة وانتم طيبين.